نكمل الجزئية الصغيرة اللي فاضله. ومعلش يمكن انا كنت ظابط وقت المحاضرة انه يقفل بعد تلت ساعة عشان ما اطولش عليكم. ممكن اخد الانتنسي دي لورا شوية بحيث ان انا اخد الجو بشكل احلى. ممكن اخدها كمان تحت، ممكن تبقى 0.75 مثلا، بحيث ان انا يبقى عندي فرصة ان انا ازود هنا، يعني عندي فرصة ان انا ازود هنا الانتنسي او الاكسبوجر كمان بتاع اللايت. هي دي الفكرة من ورا المحاضرة دي. ممكن ان احنا نزود كمان شوية، ممكن لو احنا رحنا مثلا على سبيل المثال كرييت شيدر، اسف، ارنولد فلتر، تمام، لا اسف، فوليوم اتموسفيريك، وقلت له اتموسفيريك سكاترينج او فوق اتكلم عليه بعدين. فخلينا نتكلم على اتموسفيريك سكاترينج. في نقطة مهمة قوي في الارنولد سكاي، عايز اروح هنا واقول له افكت فوليومتريكس. لا، طب ليه لا؟ لان انا اصلا عايز اشتغل فوليومتريكس على ده بس، مش عايز السكاي كمان تعمل لي فوليومتريكس. جميل، فانا هروح هنا ل دي كده، واروح لارنولد رينجر واقفل دي، واروح ل، بس قبل ما اقفلها الاول عايز اروح لريديبس وادي الفوليوم 2 ري ولا حاجه، لان انا عندي شجر. هروح للانفايرمنت واخد الاتموسفيريك واحطه في اتموسفير، تمام. نقفل دي، كنترول اس لانها تتقل شويه، كليك كده، واروح على الانتنسيتي. قبل الانتنسيتي عايز اروح على دي واقوم مديها كلر يمكن قريب سنه بسيطه من اللي انا عايزه، او خليني كلر من هنا كده بس خليه ابيض سنه. بعد كده ارفع الانتنسيتي، ارنولد مش هشوفه، مش هشوف انفنت الارنولد ديستانس، مش هيشوف الاتموسفيريك. ليه مش هيشوفه؟ لان الاتموسفيريك لايت عباره عن انفنت، الديستانس لايت عباره عن انفنت لايت، والاتموسفيريك ما بيشتغلش مع الانفنت لايت. يبقى كده هنشيل اتموسفيريك، وهيبقى استخدامنا في حاجه زي كده في سين زي دي هيبقى ليه الفوج. طيب بما اننا كملنا النقطة دي، تعالوا نشتغل على حاجة تانية بالـ HDRI Sky. الـ HDRI Sky هتخليني بقى ان انا اقفل الـ Distance، مش محتاجه. انا بقى كل اللي محتاجه من هنا الـ Arnold Sky دي هتتقلب، بدل ما هي بدل ما انت هتبقى شغال بالـ Physical Sky موديول، انت هتشتغل بالسكاي موديول. نقفل زي ما قلنا ده، مش عارف الخانه فتحت تاني، ونروح لارنولد سكاي. طبعا الكنترول ده انا هقفله، مش محتاجه في حاجه. ارنولد سكاي هنغير من فيزيكال لسكاي. كده احنا خدنا دنيا تانية خالص. لو رحنا للاي بي ار، طبعا ده ناتج المحاضره اللي فاتت، استنى يلود. دي النتيجة اللي احنا هناخدها. الكالر ما مفتكرش انك انت هتشتغل بالكالر، لكن لو فتحنا كالر هنلاقي عندي value type constant، وعندي link، وعندي ticket serve. ticket serve على طول هتاخد خامة الهيدر، بس مش هتعرف تعدل فيها حاجة. تعالوا نروح للكالر، وهضغط على براوز وناخد اي حاجه، مثلا من الشيدر بول دي. انا كنت حاطط هنا كام حاجه كويسين، لو افتكر ناخد حاجه فيها اكستيرير، ناخد مثلا
وليكن ستيشن او سانسيت، افتكر هتبقى انسبه سانسيت، وهقول له مثلا اقول له نو مش عايز. ايوه بالظبط، هو ده اللي انا عايز اوصله. كده احنا خدنا الهيدر ودخلناه هنا. كالعاده نفس الموضوع، لو خدت كوورتس ورحت هنا دي محكومه من فين لو تفتكروا؟ بالكنترول. المره دي احنا لو ظبطنا الكنترول مش هيأثر معايا اللايت التاني في حاجه. يعني لو خدت طبعا هنا بقى انا هشتغل على الروتيشن، ماليش دعوه بالسان هايت. تمام، فهلف دي كده شوية او الف دي كده شوية بحيث اخد الزاوية اللي انا عايزها. طبعا التارجت هنا ولا له اي لازمة، لكن هل معنى كده ان انا ما ينفعش ان انا استخدم مع السكاي حتى لو هيدر انا استخدم معاها انفينيت لايت او whatever اللي هو الديستانس لايت؟ لا، لان لو انا خدت برضو في الارنولد هنا ورحت ليه الانتنسيتي، او جيت هنا في اللايت دوم وشغلت اكسبوجر، لو رحت الانتنسيتي هي الدنيا كويسه، بس هنا اللايت بتبوظ، السكاي بتبوظ. تمام، فانا بخلي الانتنسيتي دي برضو بقيمه ما قلتكم مثلا 1.5 او 0.75 او 1. وكالعاده هروح هنا وهشغل ده. تمام، بس ده بقى راح فين؟ تمام، اولا اللايت بتاعي هنلاقي مكانه هنا. تمام، انا محتاج ان ارفع اللايت ده فوق. قبل ما ارفع اللايت ده فوق انا اصلا محتاج اشوف انا الشمس بتاعي فين. يعني انا مش عارف الشمس بتاع الاخت دي موجودة فين. هي افتكر والله فانا افتكر والله اعلم ان هي في الحتة دي. فشكلها كده هنلف تقريبا حوالي 180 درجة. احنا هنلف الارم سكاي دي كتير، يعني هنلف كده تقريبا واضح ان اللايت بتاعي في حته غلط خالص، رايح ورا الشمس فعلا، ورا الشمس مش تعبير مجازي والله بجد ورا الشمس. فلو خدت ده كده و هطلع لفتو، هطلع لطب، يعني قد ما اقدر بحاول اخده مكان السانسيت، واتاكد بس ان الدنيا بتاعي تمام ان هو بالظبط. هو افتكر هو كده في نفس المكان، يعني لو احنا حتى قلبنا للفرونت، استنى شويه لما يعمل ريدرو. تمام، افتكر احنا تقريبا في نفس السبوت، يعني اروح الكاميرا بتاعتنا كده. F1 هنبقى في نفس السبوت، يبقى احنا كده ما عندناش مشكله. واحنا لفينا الكنترول بتاعنا، اللايت بتاعنا زي ما انتم شايفين لازق في الصالة، اشتغل كده. يبقى اذا انا ما عنديش مشكله خالص ان انا اشتغل بالانفينيت لايت او بالديستانس لايت مع
الفيزيكال سكاي او مع الاتش ار سكاي. انا بعتبره تكنيك كويس جدا، لان انا بتحكم في اللايت زي ما انتم شايفين. عمري ما هعرف اخد الكونتراست ده، انا مش هاخده من الهيدر، تمام؟ غير كده انا الارنولد سكاي انا مش هشت... انا هشتغل بيها زي كامبيانت لايت، لكن مش مين سورس لايت، لان فعلا انا لو عليتها الدنيا عندي هتبوظ، الا لو انت عايز تعليها عشان تزود الامبيانت لايت عندك في السين، تمام؟ ففي الحاله دي علي زي ما انت عايز، لكن المين لايت بتاعك اللي هو ده، هو ده الصن، تمام؟ فانا لو خفيت الانتنسيتي دي كده، فانا كده خفيت الصن لايت، لكن الامبيانت لايت الدنيا عندي كويسه. انا لو رحت هنا وخليت دي 1، رجعتها 1 زي ما هي كده، انا واخد الاوريجينال كلر بتاع الهيدر اللي انا عاملها. في الديستانس اشتغل هنا زي ما انت عايز، ارفع الانتنسيتي، يبقى انت كده بتشتغل على مين؟ على السان لايت. طب الامبيانت لايت اللي هو اللي جاي من السكاي دوم ده زي ما هو، حسيت انك عايز ترفعه شويه، يبقى هروح للايه؟ للسكاي. طب انا عايز ارفع السان لايت شويه، يبقى انا هروح ليه؟ مبدئيا انا كنت عامل، انا لو انتوا خدتوا بالكم انا كنت شفتوا السان هايت دي، انا زودتها بحيث ان انا ربطت الاكس روتيشن بتاع السان كنترول بالاليفيشن برضه عشان اتحكم في الشمس تطلع تنزل براحتي من نفس الكنترول. مع الهيدر، تمام، مع الهيدر مفيش اليفيشن، يعني لو انا رحت هنا كده ورحت هنا هنا ما عنديش حاجه اسمها اليفيشن، ما عنديش، لكن انا معرض ان انا عايز اغير فعلا الجو. مع الهيدر انت هنزود حاجه على الكنترول، هنزود حاجه على الكنترول ده، تمام؟ طبعا مش عايز اخش في الحته دي كادفانسد، بس عايز اوريكم هي ممكن تيجي ازاي. فممكن اروح اقول له مانج يوزر داتا، السان هايت دي انا هحط بين قوسين كده، اسف، احط بين قوسين كده، هحط فيزيكال بحيث ابقى عارف ان دي بتاعت الفيزيكال، وهدبلكيت دي وهسميها سان هايت اتش دي ار اي عشان دي تبقى بتاعت الهيدر، ونفس كل حاجه، تمام؟ من 0 ل 90 نفس كل، طبعا هترفع اكتر من 90 يعني. ماشي، الستيب مش هتبقى درجه واحده، هتبقى بال بوينت 2، لان فعلا طبعا رجعت عملت السيتنج تاني وقفت عند المانج بتاع اليوزر ده. انا قلت انا عامل هنا هايت للفيزيكال ودي مربوطه بالازيموس، وعامل هنا سان هايت للهيدر. طب هنا انا هربط ايه؟ لو انا دخلت هنا للاكسبريسو تاج هلاقي اللي انا عامله، انا عامل ايه؟ انا حاطط هنا للسان كنترول روتيشن مع اكس، وحاطط لها اللي هو ده. الناحيه الثانيه انا حاطط في النص حاجه اسمها رينج مابر، ورابط الروتيشن بتاع السان كنترول بتاع اكس برضو مع مين بقى؟ مع الاليفيشن. بس في مشكله كانت عندي ان الروتيشن ديجري، في حين الاليفيشن ما اعرفش لسبب ما ارنولد عامله ريل، ما اعرفش هل هو، بس هو اكيد انترنالي بيحسبه ديجري. يعني لو احنا رحنا هنا لارنولد انا هلاقي، لو انا جيت قلبت على فيزيكال، بس مش عايز اقلب فيزيكال عشان ما اوجعش دماغي، لو قلبت على فيزيكال هتلاقي هنا اليفيشن موجوده من 0 ل 90، بس ما هو مش كاتب فوقها درجه، يعني هو مش كاتب فوقها درجه زي دي كده، بس هو انترنالي اكيد بيحسبها درجه، اصل من 0 ل 90 استحاله تكون ريل يعني، تمام؟ فهي اكيد بيحسبها درجه. فانا قلت عشان اريح دماغي قمت حاطط هنا رينج مابر. الرينج مابر ده هو فايدته ان هو بيحول من وحده لوحده، او هو بيحول من داتا تايب لداتا تايب تاني. فانا بقول له الداتا تايب عندك ريل، يعني اللي داخل لك ريل، بس حوله لديجري، تمام؟ يعني هتاخد ده تحوله لديجري، فالفكره الاوتبوت بتاعك هيبقى ديجري درجه، يعني لان هو هنا داخل له درجه. ماشي، انا ممكن كنت اقول له الانبوت بتاعك ديجري والاوت بتاعك ريل، بس انا كده كده عارف، يعني متاكد ان ارنولد اكيد بيحسبها ديجري. فالفكره هنا قلت له انبوت لور وانبوت ابر، يعني المينيمم بتاعك في الكتاب، يعني الانبوت بتاعك المينيمم 90 والماكسيمم
المينيموم 0 والماكسيموم 90. طب 0 تخرجها 0، 90 تخرجها 90. انا ممكن هنا اقول له ان 0 بتاعي يبقى هنا مثلا سالب، واقول له ان الماكسيموم بتاعي يبقى هنا مثلا، وليكن لو اليوزر كتب 90 يبقى الماكسيموم بتاعها مثلا 180 او تخرج 180، بس انا كده كده عايز من 0 يبقى 0 وال90 تبقى 90. تمام، عشان كده زي ما قلنا خدت الروتيشن وديته للاليفيشن. هنا نفس الموضوع، بس الفكره بقى ان انا هاخد الاكس روتيشن ده، انا هاجي هنا على ارنولد سكاي كوردينيتس روتيشن واي روتيشن، لا اكس روتيشن. تمام كده، وهنا هحط الانبوت الزياده بتاعي ده، تمام. بس في حاجة بقى، في ان هنا عفوا الاكس روتيشن مربوطة مع السن كنترول، فانا بما اني عايز انا عايز مباشرة على طول، انا مش عايز لها وسيط، فانا هروح لارنولد سكاي مباشرة واخد الاكس روتيشن بتاعها من هنا لهنا. تمام، فانا هقفل ده بقى وارجع هنا للسان كنترولز، واجي على يوزر داتا كنترول اس عشان ما نتبهدلش، ونروح هنا بقى كده. لو قلنا ده الهيدر، لو احنا عملنا كده هنلاقيها فعلا بتنزل بتاع، لو عملنا كده فعلا هي بتنزل لتحت، وجينا عملنا كده نفس الموضوع. تمام، يبقى انا كده عرفت الف الهيدر. في نقطه ان انا عايز اعمل دبل كليك بما ان السان كنترول معمول له الاكس روتيشن بتاعه رايح للسان هايت اللي المفروض في الفيزيكال، في الفيزيكال سكاي، فاحنا ممكن نعمل حل ظريف. شيل دي، تمام، و ده كده هاخد ده كمان معايا. تمام، ولو رحنا هنا صن فيزيكال، جيت عملت كده انا كده شغال صح. تمام، دي كده مش هيبقى لها لازمه. تمام، دي كده ملهاش اي لازمه. بس نرفع ورفعنا كده، جميل جدا. نزلنا كده جميل جدا. لو لفينا دي كده برضو كويس، بس خلي بالك بقى انك لو لفيت دي كده وبقى كده، المفروض على فكره اللايت بتاعك ده كده خلاص هو في وشه يعني، فانت هتروح هنا وتخف بقى الكلام ده علشان ما تبوظش السين بتاعك. يعني خلي بالك ان مش كل حاجه بتعمل اوتوميتد، لا في حاجات انت هتعملها بايدك، فكده اللايت بتاعك اصلا في وش يعني في وش الحاجه، فالشده بتاعه مش متناسبه مع الجو اللي انت عايز دي، حتى دي كمان المفروض تنزل شويتين بحيث تاخد الجو اللي انت عايزه. يعني افتكر كده احنا اتكلمنا في حاجات كتير قوي، واتكلمنا كمان يمكن خرجنا بره
خرجنا بره الارنولد شويتين بس،